هاي جايز، فيديو جديد. ما تعرفون هالايام ابدا ما قاعده اطول عليكم، كل يومين كل يوم اصلا يوم هي يوم لا انزل لكم فيديو. واليوم الفيديو بيكون غير، مع اخوي محمد. ياي صفقوله. اليوم في الستوري بالانستغرام سالتكم اسئله، قلت لكم سالتكم اسئله، حطيت لكم البوكس، قلت لكم اكتبوا لي اسئله تبوني اسالها اخوي محمد، او بشكل عام اسئله انتم حابين تسالون الذكور او اخوانكم بس تستحون تسالونهم، فمحمد بيجاوب عن الشباب بشكل عام، يعني مو كل الشباب بس يعني من تفكيره. يعني انا بتكلم عن تفكيري انا برايي الشخصي، تفكيره هو يعني كل واحد تفكيره. يعني اسئلتكم صدق كانت تحمس، صدق الله يعينك. يعني الاسئله شوف، بس شوفي، بس عندي اختيار اني اسوي سكيب حق سؤال واحد. اوكي حق سؤال واحد بس، سؤال واحد. ترى في وايد اسئله ها. اوكي الله يعينك. بس نبدا اول شيء، قول لي متحمس ولا لا؟ والله متحمس يعني، بس الاسئله على حسب الاسئله، هو يعني ما تكون اسئله طيبه. ترى كان بيصور، كان لابس سروال وفانيله. قلت له حبيبي ما في سروال وفانيله، تعال لا العب سوني. يعني شو العب سوني وانا لابس كندوره؟ لا. السؤال اصل السؤال يسالونا كم اعماركم؟ منو اكبر؟ محمد عمره 19 وانا عمري 21. 2003 وانا مواليد 2001. ف نحن اصغر اثنين في بيتنا، انا اختي الكبيره يعني. يلا زين، يلا هالاسئله البيسك. يا رب تكون في اسئله كرويه بعد. كم طولك؟ 100 لا عادي انا اقول 167. 167 اوكي. في مره ضربت بنت؟ لا الحمد لله، هالشيء مستحيل يعني. ألف مرة ضاربنا نحن. لا أنت غير، أنت أختي، بس مثلا لما أنت مثلا ما عرفت هالشيء مستحيل. متأكد؟ إيه أكيد يعني، استغفر الله يعني. شو في وحدة في وحدة يا جماعة، في وحدة سألتني أنا مين تحبين، أخوك ولا أمك؟ لا الأم غير طبعا، الأم غير يعني، آسفة بس هالشيء بديهي أصلا. أكثر وحدة يحبها من خواتها قريبة منه؟ انا الصراحه يا جماعه كل فتره احد فيهم يكون قريب مني. يعني مثلا قبل، اول شيء قبل كم سنه مريم كانت مثلا، عقب بعدين جت فتره جواهر وايد كانت قريبه مني، في فتره بعد فطوم قبل سنتين كانت قريبه مني وايد، ويسرى بعد تقريبا هالفتره واخر كم شهر يسرى هي قريبه مني، والحين بعد مريم قريبه مني. كلهم يعني كل حد وفتره شيء يعني، على حسب الفترة. على حسب الفترة. سألة، ودكم تجون السعودية؟ أنا وايد، أنا هالشيء صراحة وايد بخاطري، ولا وأنا مقرر في الصيف إني إن شاء الله بعد العيد الثاني. زين. إني أروح السعودية. زين. وحتى أروح عن طريق البر، إني أقدر أروح أي مكان أبغى في السعودية. وأبغى هالشيء يكون يعني أروح بروحي عشان أستانس يعني، وما حد يقول لي مثلاً. بروحك بروحك ولا مع رجل؟ لا بروحي بروحي، عشان لا حد يقول لي مثلاً. ما تحس إنك كيف؟ يكون مثلاً ما أعرف. بروحك يعني ما بتمل؟ لا بالعكس، اصلا بالنسبه لي انا احس انه حلو الانسان يسافر بروحه. انا بعد شخصيا وايد خاطري اسير السعوديه، بس طبعا مو بروحي، بس وايد بخاطري خاصه الرياض، وصراحه كل المناطق يعني ابغى ازور السعوديه بشكل عام. في وحده سأل سؤال. لا لا ما ابغى اسال هالسؤال، يكون فظيع حق اليوتيوب، يكون فظيع. حبيت هالسؤال، لو بترتب خواتك بالنسبة للأعمار العقلية كيف الترتيب؟ شيء هالأسئلة وايد قوية صراحة. أول شيء جواهر. زين. تم جواهري أول شيء. زين. جواهري أختي أكبر وحدة يعني. الصراحة نفس الترتيب، ما أنا ما أقدر أتخيل بشكل ثاني. يعني كيف يعني؟ كلكم تفكيركم أوكي، يعني تفكيركم مو تفكير طفولي ولا تفكير مراهقين يعني. يعني إحنا شيء عاقلين وشيء يعني. يعني إن وصلت لمرحلة إنكم خلاص تعاقلين، تعرفون شو تسوون يعني. أكثر أخت تحبها أكثر؟ ما في يا جماعة، ما في أكثر أخت يعني أحبها، كلهم أحبهم كلهم، بس أنا قد على حسب، في فترات. فترات يعني في واحدة. فترات تحبنا؟ لا في لا في فترة تكون واحدة أكثر عن الثانية. اوكي فيتش وحدة سألة، انت شو تحب فيني اكثر شيء؟ انك تحبين انك مثلا ما تستسلمين وتمين تجربين وايد اشياء يعني. ما تستسلم وغير انزين، وانك يعني مصرة على النجاح يعني، غيرك كان يستسلم مثلا يفشل اول مرة ثاني مرة شيء، بس انت مصرة على النجاح يعني. في وحدة كاتبة،
ان هالسؤال حق الذكور. الحين بننتقل للاسئله، هاي كانت اسئله شخصيه حق محمد. الحين بنروح للاسئله اللي نحن حابين ان نسال الذكور، بس يا نستحي او ما نقدر نسالهم. فانت موجود حاليا فبنسالك انت. عرفتوا معلومات خفيفه عن محمد؟ لا دقيقه، بس هم اللي يسالوني مو انت. هم. ليش تحبون تخشنون اصواتكم وتبينونها خشنه مره؟ من منى، واحبك فطومي، لاف يو منى. زين يلا اول شيء، ليش تحبون تخشنون اصواتكم؟ صح كلامها، ليش يعني؟ لا هالشيء بالنسبه لي انا، كان عن نفسي انا يعني، عن نفسي اوكي. الصراحه لا، انا عادي، انا طبيعي. زين بس في شباب وايد يسوون، مو كل الشباب، لا يمكن لا ما حد كان جاي يسويها هالسوالف، ما حد يسويها والله. في ليش؟ زين انت احس انت في فتره من حياتك كنت شيء في البدايات، لما بديت تكبر شيء كان يعني كنت تحاول يوم كنت تطلع شيء صح. هي انزين ليش هاي فتره من عمرك؟ ليش؟ زين نحس سؤالنا ليش متى ياسين يقول لك ليش؟ لان شو الشعور اللي يعطيك اياه؟ لان شيء توك خلاص تكون عند يعني داخل مرحله جديده. زين عمرك 16 15 فتبات فتبات بين خلاص انت صرت يعني ريال كبير يعني، مو مراهق. اما انت الحين توك داخل 15 توك في المراهقه يعني 16 15 انت في المراهقه، بس انت لا تبغى تبين لا انك انت مو مراهق، واصلا تفكيرك مو تفكير مراهقين. فانت قاعد تغير، تحاول تقلد مثلا ولا تغير هالشيء. فيعني انت تسوون هالشيء عشان بس طبعا مو الكل يزيد الرجوله يعني. مو لا الرجوله مو يعني بهالاشياء، بس خلاص انت مراهق، هذا يكون تفكيرك. احس انا وايد بستمتع بالاسئله هاي يعني لما كان عمرك 15 والحين عمرك 19. اذا وحده سالها سؤال وايد بسيط، بس يعني عشان في كم من وحده كانت سالها، شو اكلتك المفضله؟ برياني لحم. برياني لحم من الاخر، ما في واحد اثنين. خلونا ننتقل للاسئله اللي شوي سبايسي. اوكي كانت سالت سؤال وايد يضحك، بس بفكر اذا بقول لك ولا لا. وحده سالها كم مره تتحمم بالاسبوع؟ والله الحمد لله كل يوم. حتى مرات شو اسئله، حتى مرات توصل مرات في اليوم مرتين ثلاث اسويها والله. واو السؤال لازم تجاوب عليه. زين في يوم فطرت فيه بدون سبب؟ يعني استغفر الله، بس مو حق قبل كان عمري 16 بعد نفس الشيء. ليش كل شيء لما كان عمرك 16 هو؟ لانك هالعمر تكون فيه في المدرسه صف عاشر تي تكون توك تبغى تجرب كل شيء وهالسوالف شيء يعني. فطر بدون سبب. زين شو بس بدون سبب؟ بدون سبب. المشكلة يعني على ليش شو؟ يعني كنت جوعان ولا كنت عطشان ولا شو؟ بس شي قلت اوه يلا بفطر؟ بس على ماي وما اعرف شو، ما اعرف وايد كان شيء تافه. وي يا ربي استغفر الله. استغفرت الموضوع ولا شو؟ استغفرت يعني. وحدة كاتبة ليه ما تشيلون شعر اياديكم او رجلكم؟ ايش علاقة الشعر مع الرجولة؟ ما تشيلون شعر من جسمكم؟ اولا انا شيء اولا ما شاء الله غابات. لا دقيقة شوف، نحن انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، انا في الصيف شعري ابي اشله ولا اخفف يعني وايد. ليش انزين؟ اوكي اولا لانه يوم اسوي تان زين، ثانيا مو حلو الجو، والجو عندنا كم توصل درجة حرارة؟ 40 45، ف وايد شعور مو حلو يعني. ايش قصدك؟ وشعر الايد مستحيل اشله، شعر الايد مستحيل اشله. فليش انت تحس ان هالشيء متعلق في الرجولة؟ لانك ما تشل، ولا تحس ان اذا شليت شعر ايدك مثلا بتحس انك مو بريال؟ ما لا. ولا تحس ولا تحس ان انت بس شي تحبه؟ انا لازم افهمكم نقطه، ان مو كل شيء انت مو ريال ولا انت ريال. هاي النقطه يا جماعه خلوها عنكم شوي. زين موضوع انا شعر بس نفسكم، انت بنت ما يستي نفسكم. زين لا دقيقه شوف، انا شعر اليد مستحيل اشله، لان انا اشوف ان هذا نوع من انواع الجمال حق الريايل. بس انه مثلا سمعت الكلمه اللي قلتها شو؟ كنت بتقول كانها غوريلا، قلت كانها غوريلا، قلت كانها غوريلا والله. والله قلت كانها غوريلا. ولما انا اتكلم اقول كلمه غلط يذلني عليها. ما يسع يقول لي. خلينا ناخذ صوره ثانيه شوي. امبي حبيت هالسؤال، تو وحده كتبت هالسؤال. اكثر موقف عشتوه مع بعض ومستحيل تنسونه؟ طفولتنا كانت يا بعض. تخيلوا انا واخوي محمد كنا وايد مع بعض، تذكر انا واخوي محمد وولد عمي نحن ثلاثه كنا جانج يعني، كنا تيم، كنا فريق، مستحيل كنا دائما مع بعض. ولد عمي كل ويكند كان ينام بيتنا،
وكنا يعني فريق كامل متكامل. كبرنا كل شيء تغير، بس كنا نتابع بنتين، تذكر بنتين نلعب كراش، نلعب ميت نايت، حتى كنا نلعب كرة وانا دائما كنت الحارس. كنا نسوي كل شيء، نلعب سوني، نلعب كرة مرة، نلعب شرطة حرامي، كل شيء. حتى ربعنا كانوا نفس الشيء يعني. كل شيء كنا نفس الشيء، حتى كنا نتابع سبونج بوب، تذكر في وحدة كاتبة احس يعبر عن شعوره وانتو خواته، احس حلو. انت تحس انك تقدر انت تعبرك معانا؟ بس عاريت عن اي شيء مثلا، يعني انت متضايق، انت زعلان او انت فرحان؟ لا، وانا متضايق ما احب. انت ما تحب ولا انت تحس؟ لان انت مو مرتاح معانا. كون واقعي وحقيقي، يعني هالفيديو لازم يكون واقعي وحقيقي. اوكي، الاثنين صراحة. ليش انت ليش مثلا؟ اوكي انا اتفهم ان احيانا تكون متضايق خليك انك انت ما ترتاح معانا، لان يمكن انتوا تشوفون هالشيء تشوفونه يعني بالنسبه لكم يكون سخيف، بس بالنسبه لي انا يكون شيء. انت تحس انه يمكن حقنا يكون سخيف فانت ما تتكلم. اغلب الناس شيء يعني يوم انت تشرح لهم شيء بيقول لك يا ريال عادي، نحن عندنا انا سوالي هالشيء واخس. يعني نادرا، اوكي مو طبعا مو الكل، نادرا ما تحصل حد مثلا يقول هي والله وشي يعني يتفهم هي شي يتفهم يعني. يعني اكثر الناس يقولوا لك اللي انا سوالي خاص، انت ما تعرف اشكر ربك تي السؤال. ما يتفهمون مشاعرك ويقللون من قيمة مشاعرك عشان معنى. يمكن الشيء هذا عادي، شيء عادي بالنسبة لهم، بس بالنسبة لي انا شيء كبير صح. ويمكن الشيء اللي صار له هو شيء عادي بالنسبة لي صح، بس بالنسبة له هو وايد شيء كبير. انا دائما اقول هالكلام، لازم نحترم مشاكل الناس اللي حوالينا، لان حقهم شيء وايد كبير يمكن حقنا يكون صغير. فيعني انا احاول، انت لما تقول لي كل شيء انا اخليه مهم، عرفت؟ شو تسوون في الميلس؟ شو يسوي في الميلس؟ يعني اذا صرت مع ربعك نلعب ورقه. اوكي. نشوف اكثر شيء نتجمع عشان المباريات. زين. مباريات طبعا، مو مباريات الدوريات العاديه، دوري ابطال اوروبا. نتجمع نلعب ورقه، نتعشى. ما تسولفون عن البنات؟ نسولف. لا والله. يعني والله صدق انا ربعي اللي اطلع وياهم الحين، يعني لا يعني اني اروح وياهم الميلس وشي، مع اني الحين ما اروح وايد. قبل كنا نروح وايد، الحين ما اروح وايد، بس قبل ما كنا نروح وايد. الحين رمضان يعني ما تصيرون وايد؟ بلى، باكر رمضان نجمع. فيعني بس هالسوالف تطلبون اكل وشي ولا شو تطبخون؟ نحن 90% من سوالفنا في الانستغرام جروب، الانستغرام جروب الواتس كله كره، كله كره كله. في وحده سائله هالسؤال جدا كبير، سؤال وايد سائلينه اصلا. بنات ايش فيكم؟ في حد بحياتك؟ انا ماني اي عاشق. سؤال انت اعطيتي فرصه اسكيب حق هالسؤال، ترى في اسئله ثانيه بس ما تنزلينها هالسؤال. نيت شوي ترى فيديو. وين غناتي يا راسل؟ ليش اذا قلنا لهم تكفى ينفذون الطلب؟ يعني ليش اذا انا يد قلت لك الله يخليك ترجيتك تقبل تروح تسوي؟ ليش؟ لا الحين مو موضوع الولد البنت، موضوع الطبع، شيء طبع الانسان. صح طبع الانسان، بس انا احس ان الاولاد اغلبهم فيهم هالشيء صراحه. عادي ما يخص، فانت تحس انه في الشخص. بس هذا طبع بالانسان، هذا مو شيء يعني صفه شيء. زين ليش 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 اوكي انت فيك هالطبع؟ ايه زين ليش؟ لان شيء يمكن انا انسان انا احب ان حد يقول لي. مو موضوع ذكر ولا انثى، موضوع ان موضوع طبع الانسان شيء. جوابك غير مقنع بس لا شيء. جوابي مقنع، انتم بس تبون زلة على الشباب بس. ما في شيء. سؤال انا منهاره. نظريه هل الذكور عندهم احاسيس ومشاعر نفسنا؟ طبعا طبعا، بس نحن ما نحب نبين هالشيء وايد. ليش ما تقول؟ مو نشوفه كضعف، بس انه ما اول شيء عندكم احاسيس ومشاعر ولا لا؟ اكيد عندنا. ما في صدق تحسون يعني تزعلون؟ ما في بني ادم ما عنده، بس احس ان انتم، احس ان احنا البنات بس عندنا. في فرق بين اللي يبين واللي ما يبين. بس انت تحس ان عندكم نسبه كبيره نفس البنات ولا اقل؟ اقل اكيد اقل. اوكي فهمنا، بس ليش ما تبينون؟ الحين انا بقول لك شيء، شوفي معروف هالشيء ان البنات يعني مشاعرهم هي تحركهم اكثر، يعني يمشون على كلام قلبهم اكثر عن الاولاد. الاولاد لا، بعقلانيه شوي. هذا شيء يعني فطره في البشريه. اوكي صح انا بعقلانيه اتفق، بس ليش كل شيء بعقلانيه؟ في احيانا اشياء ما
ما تنفع مع هالمرات في اشياء ما تنفع مع هالعقلانيه. لا زين صح. لا نحن نستخدم بعد في شيء اسمه مشاعر ترى اكيد تحس. حتى البنات نفس الشيء بعد مو كل مره يكونون مثلا يروحون يعني يمشون ورا قلوبهم، لا يمشون ورا عقولهم بعد مره الاغلبيه. بس احس ان انتم تحسسون ان انتم ما عندكم مشاعر. لا نحن عندنا بس ما نحب نبين هالفرق. هل انتم من العالم الموازي؟ نحن شباب تقصد؟ هل انتم كائنات فضائيه او من العالم الموازي؟ شوفي جوابك. لا نحن مو من العالم الموازي. انتم بشر نفسنا. نحن موجودين وياكم بس في اختلاف العقليات. مو وشيء ثاني، مو اذا مثلا شفتي شيء مثلا حق الاخت اللي سالتها السؤال، مو مثلا لو شفتي شيء سيء من شخص ولا شخصين ولا ثلاث يعني كلنا سيئين. هالشيء غلط لان الجمع لغه الجهلاء. صح ولا لا؟ خطا. خلاص اوكي. فهالموضوع نقدر نجمع. هاي يسمونه عنان. هي معان. اوكي. عيل ما في منطقي على عيل بعد ما وجهك طلعها فحط وجهك. الذكور يصيحون؟ استفهام وضحك. تصيحون ولا لا؟ نصيح بس ما يعني اكيد نصيح بس ما نصح دامنا. زين مثلا كم مره في السنه تصيحون؟ خلنا على الشهر. كم مره في الشهر تصيح؟ شلون معدل؟ كيف انا اعطيك معدل؟ انا لا ما خمس مرات. اوكي لا نحن ما عندنا نظام بس نحن لو نحن ما نصيح وايد. زين. صعب نصيح بس لو صحنا عرف ان يعني عرفوا ان هالشيء وايد قهرنا. هالشيء وايد 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 قهرنا وايد. في شيء يقهركم؟ وهالشيء وايد قهرنا في وايد اشياء. بس كيف بس حالات صعبه نصيح يعني مو دوم مستحيل. زين لما تبغى تصيح كيف؟ وين البيئه اللي بتروح تصيح فيها؟ شو بتسوي؟ ولا مكان ما في حد. يعني شيء تحت السرير. حنا عاد. هل عنده حسابات وهميه؟ عندي اكونت واحد في التيك توك وهمي. زين. بس فانستا ما عندك؟ لا لا. اوكي. قالوا لي معلومه ان الذكور يرمون يوقفون تفكير. هل هذا الشيء صحيح؟ انا عن نفسي انا متكلم عن نفسي زين. ما اقدر انا كل انا حرفيا انا انسان كل دقيقه افكر كل ثانيه. اوفر ثينكر يعني وايد وايد. احس نحن في بيتنا كلنا شيء كلنا شيء ها ما ادري طبع ولا شيء ان كلنا حتى ابوي حتى امي. بس انا احس ان انتم تقدرون توقفون تفكير بقول لك اي زاويه. مثلا انت خلاص ان يلا بتطلع مع ربيعك احس بتوقف التفكير ما اعرف كيف اشرح لك. بس احس انا كبنت عادي ان انا اطلع في نص الطلعه اقعد افكر طريقة سلبيه طلعت احس وايد تفصلون. لا انا ما بقول طلعه يوم اشوف مباراه مثلا اشوف مباراه برشلونه خلاص انسى كل شيء. ان السهل عندك ان شيء توقف. اقول لك لو شو ما يصير اليوم يكون سيء لو يوم طول اليوم يكون سيء بس اعرف انه يوم بيجي وقت مباراه برشلونه خلاص بس ولا كان اسوي شيء في يومي. هالساعتين الساعه 45 دقيقه بشوف فيها مباراه برشلونه خلاص انسى كل شيء. هالطريقه صح انا شيء. في سؤال عن برشلونه. ايوه سالوني عن كره. والله كان في سؤال انا شفته. مواصفات فارسة احلامك. مواصفات زوجة المستقبل ان شاء الله. انا مواصفات خارجية صراحة انا عن نفسي. زين. انا ما انا بقول اثنين خارجية وداخلية. انا ما ابغى عن نفسي اني انا الشخص ما والله العظيم اني انا ما بطلع الشخص اني انا الشخص المثالي، والله اني انا مو شي اصلا وانا عندي وايد اغلاط وعندي وايد اشياء سلبية. انا صراحة في موضوع الزواج مثلا. الجمال ما يهمني، يعني اوكي اكيد يهمني، ما في حد ما يهم الجمال طبعا. زين. بس مثلا 60 40، 60 اعطي حق الاخلاق والطبع يعني. زين. و 40 ولا 30% حق الجمال. مواصفات الانتباه. مواصفات اول شيء تكون محترمة يعني اكيد، وايد تكون اول شيء تحترم نفسها. زين. تحترم اهلي. تحترم اهلي. انا هذا اهم شيء احترام الاحترام اهم شيء عندك. تكون محتشمة. احلام الاحترام بس. ما عندك شيء. تكون محترمة لا. بس يعني ما تحس ان تبغى شيء ثاني. ترى ترى كلمة الاحترام في تحتها وايد كلمات ثانية، يعني الكلمة هاي فيها لها وايد تفاصيل. كل شيء. في شخصيات البنات تبعدون عنها؟ انا عن نفسي بتكلم. زين. واصلا حتى اغلب الشباب. يعني هالشيء صح. اللي تكون وايد دراما. انا يعني مجرد طاقه سلبيه. انت مثلا انا الحين راد من جامعه مثلا ولا مثلا راد من دوام. زين. انا كولد يا اخي ابغى شوي استانس سالفه شيء. مثلا تحصل لك واحده بس كلام سلبي بس طاقه سلبيه. يومي كان يومي وايد ما كان حلو. بس هي يمكن يومها كان لا حلو. وتقعد تصيح وعلى الماده وعلى الدرجه مثلا اللي يروحون جامعه
وانا مثلا والله اليوم يعني ما تعبر عن مشاعرها تعبر بس مو بهالطريقه اللي دوم نفس الموضوع دوم. كل يوم تصيح وتقول تتكلم بطريقه سلبيه قصدك كل يوم في بنات صدقي كل يوم يعني اصلا حاسيسهم انت قصدك زي يعني هي ما تتكلم عن مشاعرها ولا تتكلم عن مشاعرها بطريقه ثانيه مثلا ترى عادي لو ما كنت واحده اقولها مثلا يوم كان سيء وشي من هالكلام مثلا هي هي هي. بس هي تقعد تقول كل شيء وتقعد تصيح وما تصيحي بس اوفر وايد اوفر طبعا هالكلام انا عن نفسي انا ما مستحيل اكلم حد يكون طاقه سلبيه مستحيل لان انا بروحي شوي سلبي بعد اروح اكلم حد طاقه سلبيه بعد بنفجر خلاص انتوا هم تحبون تشتاقون مثلنا منو ما يشتاق مو بس موضوع حب موضوع صداقه بعد موضوع حتى الاهل تشتاقون وايد تحس ايه مثلا انا عادي اشتاق حق ربعي اذا اشتقت حق الشخص كيف تبين له اكلمه تروح تكلمه إيه؟ لو هالشخص كان مثلا علاقتكم كانت منتهيه بعد بتروح تكلمه ولا لا مثلا انا مثلا ضاربت مع واحد من ربعي زين مثلا الحين انا شوي اشتقت له زين توني حتى كنت اقول حق عمي كنت اقول انا مشتاق حق هالشخص يعني مو موجود انا وشي الحين ومن هالكلام زين قلت له والله انا مشتاق له بس مو معناته اني انا بروح اكلمه خلاص انا عارف انه خلاص انتهى يعني فما بتروح تكلمه بس بتشتاق هل الذكور يعرفون معنى الولاء؟ واحدة سألة الحين انا بقول شيء هي تقصد في العلاقات وهالسوالف هي في العلاقات هي. اغلب البنات سألين اسئلة في العلاقات ادري بس انا ما بجاوب بطريقة العلاقات لان في اشياء انا ما اعرفها في العلاقات يعني فانا ما بقدر اجاوب البنات يمكن في هالموضوع شوي يكونون اكثر عن الشباب كسالفة الولاء يعني البنات فيهم ولاء اكثر او لويال اكثر من الشباب او الذكور في العلاقات تسأل لما بنت تتكلم معاكم وتسولف عن يومها تطفشون من ذا الشيء ولا لا ولا بيكون عندك انا طبعا الحين ما جربت هالاشياء زين بس ولكن جربت قبل يعني بس انا هالشيء اوكي زين عادي اوكي يعني احب هالشيء انت تحب هالشيء لان التفاصيل وايد مهمه عن اشياء بالتفاصيل الشخص اللي تهتم له تبغى تسمع تفاصيل يومه وش سوى معاه وشو ما سوى وكل شيء تبغى تعرف عنه اذا الشخص صدق كان مهتم بيسمع كل تفصيل بحياتك بس اذا كان الشخص قاعد يلعب مستحيل يعني انه في وحده سأله هل انت خاين شرات باقي الذكور هل فيك خيانه الحمد لله لين الحين ما اخذت حد للحين انت ما خنت حد وتفكر تحس انك بيكون لك القابليه انك تخون في يوم من الايام اولا ما نعرف المستقبل شو بيصير زين. بس انا في هالموضوع يعني حاليا متاكد 100% احس لا حبيت هالسؤال ليش ما يحبون يمدحون خواتهم ليش انتوا الشباب ما تحبون تمدحون البنات يعني ما تحبون تمدحون خواتكم لا 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 لان احس يعني جايز تخيلوا في عرس اختي ميك اب كلنا حاطين ميك اب فستان يعني شي اخوي شي اساله طالعه حلوه يقول لي حلوه ليش ما في حاسيس لا لان انا مثلا مو جوي انا مو طبعي هذا اي يا اخي انت اليوم طالعه قمر والله انت اليوم حلوه ترى انا مو جوي مو كل يوم انزين بس احيانا الحين كاشخه متعبه عمرها دافعه فلوس لا انا مرات ولا مرات امدح والله العظيم مرات أمدح. متى مفكرة. مرات امدح بس الحين مثلا ها اقول لك عبادي كان ستار اللي ورا مثلا ولا كان الكبت اللي نحب تحبون الذم وتستهبلون اكثر لا. من نحن مو من هالناحيه نحن من ناحيه نحب نلعبسكم نحب نقطع عليكم نتغشمر وياكم ليش تحبون تقطون على خواتكم؟ لا نحب نلعبسكم نتمسخر وياكم انه يضحك الشيء يعني بس عشان تسوون جو يعني. عشان نسوي جو ليش ما يسوون هير كير لشنبهم بدل لا يكون منتف كذا بعد مره نفس الشيء مو كنا نفس الشيء ما خصني انا عادي اهتم انا حتى في مرات صح ما اهتم لا كل واحد نظرته في واحد مثلا يقول لا شيء يكون احلى نظام بس الديرتي بس في صح في ريال ما يهتمون اي لا مثلا مو سافت انه ما يهتم يقول شيء نظام الديرتي يدق عليه اكثر نظام الديرتي هاي كلمه حتى اللحيه بعد مثلا شو نظام الديرتي تستخدمون هالكلمه يعني عادي يور سيس هاف ا بوي فريند اكيد لا لان هالشيء وايد غلط وهالسؤال وايد تافه واللي سأله بعد شخص تافه اوكي خلينا نغير الموضوع كم كان عمرك لما كلمت اول بنت في حياتك مو بشرط حب يعني ايه. اول بنت شي كلمتها يعني كان عمري 12 كان عمرك 12 سنه ايه. شو هالبدايات يعني صغيره شو نسوي
وايد يضحك ما اقدر. انا تتحس ان اغلب الشباب يكلمون البنات اعمارهم صغيره ولا كل واحد وجوه؟ اذا كل واحد وجوه والله العظيم انا اذا ربعك تعرف اذا ربعك كان يكلمون بنات ولا لا. ربعي هيه يكلمون بنات من الصغر يعني من 14 15 12 الحدود سن المراهقه اغلب الناس شيء. بس اتخيل اسمعي انا اعرف واحد زين الحين عمرك 22 23 زين عادي يسمع هالكلام؟ ايه بس زين. ما بيسمع زين ليه الحين الريال ما كلم ولا بنت عمره 22 انا وانا متاكد من هالشيء عندك ربيع عمره 22 للحين مو كلم ولا بنت مو ربيع بس اني اعرفه بس انا اعرف هالريال انا متاكد انه ما كلم ولا بنت واو كل همه بس كره واو هل داخليا تتمنى انك تكون انثى ولا انت سعيد بانك ذكر؟ لا الحمد لله اني انا ريال الحمد لله مليون الف الحمد لله يعني صراحه يعني تعرف كم شخص سالني اذا انت تحب ولا لا؟ زين انا وايد وايد يا جماعه اولا انت شو بتستفيدون من هالسؤال؟ احذف السؤال الاول يوم اهم سؤال اوكي يا جماعه اجابتي على هالسؤال امان الحين انا ما بقول لكم لان الشيء ما يعني حد يعني مثلا اوكي بس انت شو بتستفيدون من هالشيء؟ ما في شيء بيفرق وياكم بيستفيدون فضول هذا فضول فضول زايد مو زين ترى بنات اطلع لكم السر واقول لكم اوكي هذا سؤال شخصي الصراحه ليه يقول ما احب الظهور الاعلامي هو عنده حساب بابليك انت عنده حساب بابليك في الانستا حسابك بابليك بس انت هني ما تبغى تطلع وجهك الحين بقول يوم انا اطلع في اليوتيوب ولا بث مثلا ولا في بيت زين يعني فاكونت حد مثلا اكونتك انت ولا ما احب اطلع لانه يعني انا وشي عندي حساب بابليك انا ما بقى بعد يعني اكون وايد كلوز وما يكون عندي اكونت وكل اكونتاتي وهميه لا هي. انا عادي احط صوره وانزل في مرات يبغى انا اطلع في مرات في ناس يوقفون يقول انت اخو مريم انت اخو فاطمه في ناس يسالون والله والله فانا صاير معك انت اخو انت اخو والله صاير معك كم مره في البيمول مثلا اكونتك في التيك توك ولا طلعت بث مريم تحس ان وجهك بيكون مالوف اكثر وايد يسالونك اكثر وايد بعد فانت ما بترتاح هي فما البارسا ولا البارسا ولا ريال مدريد زين اكيد انا برشلونه انا برشلوني اوكي حبيبي برشلونه زين خليني افضل نادي في التاريخ يا جماعه ريال مدريد ما في كلام ثاني افضل نادي بس انا اشجع برشلونه مو معناته اني انا لازم اشجع الافضل دوم اكون يا الافضل لا في اشجع اللي تحبه اشجع اللي يحبه شكرا كان معاكم محمد جمال ومع السلامه اوكي لحظه شكرا اخوي محمد قولوا لنا اذا تبون بارت 2 من الفيديو بس ولا اسئله لا. احسن يا جماعه بس اسئله ثانيه وتحمس اكثر بس انا حبيت الاسئله الصراحه بنات كفو عليكم زرتوا لانه مستعجل ربعه ينتظرونه ما اعرف تعرفون بعد الذكور حلقتنا اليوم كانت عن الذكور وحماس الذكور لا امزح امزح المهم فيس هذا كان اخوي محمد وهاي كانت الاسئله اتمنى وايد انكم استانستوا في الفيديو انا حطيت لكم ميك اب خاص حق الفيديو انكم حبيتوا الفيديو قولوا لي تبون بارت 2 ونتكلم في مواضيع ثانيه او اعطوني حتى افكار للفيديوهات لو حابين و ثانك يو جايز لانكم تابعتوا للنهايه واتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا وعرفتونا اكثر وشكرا لاف يو باي